عن الهير برودكتس، منتجات العناية بالشعر. في منها المنتجات اللي انا اوريدي بستخدمها دلوقتي وببدا اقيمها، وفي منها اللي انا اوريدي خلاص ركنتها لانها مش حاسه مناسبه شعري او انا مستريحتش معاها، وفي كمان البرودكتس اللي لسه ما استخدمتهاش خالص، وفي كمان برودكتس ان انا يعني هرجع لها تاني يعني، بس انا فتره كده مع برودكتس ثانيه وبعمل هدنه وبعد كده برجع لها تاني. فالفيديو ده هيكون فيه برودكتس كتيره جدا وفي ريفيوهات كتيره جدا، فهيكون طويل. فروحي جيبي حاجه تشربيها عشان خاطر تستمتعي معايا وانا بقول الفيديو او بشرح الريفيو بتاع النهارده. بس قبل ما ابدا الفيديو اعملي لايك لو هيعجبكم، واعملي شير مع صحابك عشان يستفيدوا، واعملي سبسكرايب لو انت جديده بالقناه، وتفعلي علامه الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديده انا بنزلها. يلا خلونا نبدا ونشوف ايه اول برودكتس انا هتكلم عنها، وهي برودكتس ستار فال. ستار فال هي شركه مصريه. خلوني اوريكم البرودكتس دي. دي مجموعه كده مع بعض كانت نازله اوفر، دايما بشوفها في العزب وكل الصغرات الكبيره، تبقى عباره عن بوكس كده في الشامبو والكونديشنر والسبراي ده التونيك للشعر وكمان الكريم ده. المجموعه دي انا فضلت فتره بستخدمها يعني. بصوا هو السبراي ما اعتقدش انتوا هتبقوا شايفينه، بس هو واصل لغايه هنا اوكي، يعني هي ده الجزء بس اللي انا استخدمته. بصراحه ما وظفتش عليه، بس مش عارفه ليه يعني من بعد الاستخدام الفتره دوت مثلا قول كام شهر، مش عارفه يمكن انا حسيت ان مفيش تاثير يعني، فكسلت فركنته يعني. بس كتقييم يعني 100% ان هو وحش لا، بس ما حسيتش ان بيدي الافكت اللي عليه. طبعا اي حاجه هتقولوا لي بتبان بعد 3 شهور مثلا ماكسيمم، بس في حاجات كده بتبان من الاول يعني، بتبقى حتى بيبقى فيه حاجات مبشره. بالنسبه للكريم بتاعهم هو تحفه بصراحه ككريم مصفف للشعر. انا كنت بستخدمه حوالي مرتين في الاسبوع، ما كنتش بكتر عشان ما اعملش طبقه دهنيه كتيره على مسام الشعر واقفله، بس هو بصراحه كنت بحس ان الشعر بعده بتلمع حلوه جدا. كمان بحسها مترطبه يعني مش ملزقه بعض، وبيبقى سهل التصفيف، فانا حاساه بنصح بيه جدا يعني، حاساه حلو جدا يعني. انا كنت استمريت عليه يعني انا اوريدي يعني من فتره الثانيه ممكن بستخدمه ككريم تصفيف، بس انا لو استمريت عليه اي ثينك ان كان الموضوع هيختلف شويه، ويعني والشعرايه ممكن يكون السمك بتاعها كويس. الشامبو والكونديشنر بتاعه هو 2 في 1 يعني مش بتحتاجي تعملي ماسك للشعر، فده حلو جدا بالنسبه ان انت بتوفري ثمن 2 برودكتس في منتج واحد. انا بالنسبه لي دي حاجه حلوه من ناحيه الماديه شويه يعني، ان انت بتوفري اصلا. كمان المجموعه كلها لما بتنزل في الاوفر ما بتبقاش غاليه، كان اي ثينك بتبقى 175 بدل 220 حاجه زي كده، فبالنسبه لمجموعات تانية كتيره جدا في السوق هي منتجات موفره. كل منتجاتها حاجات طبيعيه، فيتامين اي، كلها اويلز، ارجان، كل البرودكتس المفيده، او قصدي كل الخصائص المفيده للشعر كلها حاجات طبيعيه وفيها ميه عشان خاطر ترطيب الشعرايه. وكل المجموعه دي المفروض ان هدفها واحد، هو عدم تساقط الشعر بصراحه، وان الشعر ما يبقاش كيرلي. بالنسبه للشامبو انا حاساه مثلا بيرطب 6 من 10 او 5 من 10 مش واو يعني. ممكن لو انت محتاجة تحطي كونديشنر او ماسك للشعر اوكي هاتي وحطي يعني. بالنسبة ان هو شامبو حاساه حلو جدا، بينظف وفي نفس الوقت مش بيعمل رغوة، وده دليل على ان ما فيهوش كيميكلز اللي بتضر بشعرك. فتقييم للمجموعة كلها مع اني انا ما استخدمتهاش هنقول 6 او 7 من 10، حاسة اني كنت لو كملت عليها كنت ممكن الاقي افكت حلو ليها. بس يعني كمان يمكن اللي خلاني اوقف عنها اني شايفه ان الريفيوهات ما بين ان هي وحشه ولا، وطبعا ده وارد في كل البرودكت، بس الاغلبيه كانت ان هي ضعيفه، فانا يمكن حطيتها مصيرها وكسلت اكمل يعني. بس بفكر دي من المنتجات اللي بفكر ارجع استخدمها واواظب عليها تاني، لان هي معديه بالنسبه لي فوق الـ 5 من 10، فهرجع لها تاني. نشوف بقى برودكتس ثانيه زي مثلا الحاجات اللي جايه، مش هتبقى يعني اوريدي مجموعات، بس هتبقى في منها حاجات متفرقه.
طلعته في فيديو من الفيديوهات، والفيديو ده انا قلت ان هو واخد اعلى مشاهده عندي في القناه، وهو افضل سيروم للشعر الجي كي من ضمن السيرمز اللي انا كنت عرضها في الريفيو ده. وما زال كل ما بيخلص بجيب من ان لاخر، يعني حلوه ان لاخر دي، بس يعني من وقت للتاني بجيب عبوه تانية. حلو جدا جدا كترطيب للشعر، كلمعان، يعني ما فيش عليه بالنسبه لي انا تعليق سلبي. بحبه جدا، يعني ما بيخليش الشعر، انا بحب دايما لما احط الحاجه على الشعر، وخصوصا الحاجات اللي هي بتبقى التصفيف وبقدر استخدمها يومين ورا بعض وما بتلزقش الشعرات، مديش ملمس دهني، بالنسبه لي بقيمها فوق 5/10 على طول. فده كان حاجه من الحاجات دي. الفلسطين ده جي كي، يعني من الحاجات اللي كل ما بتخلص بجيبها، بس مش على طول، يعني مش اول ما دي هتخلص هاجي اروح اجيبها، بس لما بتزنق هو اول حاجه بتيجي في دماغي، يعني بيخلص من عندي كتير ومتزنق وعايزه افكر اجيب حاجه تكون كويسه، فهو ده. اوكي، كمان اول كليدو من السيرومز اللي انا كنت مطلعاها عندي في نفس الريفيو وبشكر فيه، وما زلت، بس انا بصراحه رجمية بقالي فتره لان جبت برودكتس ثانيه وبقيم فيها بالنسبه لشعري، بس هو اديله 9/10 بصراحه، من الحاجات المفضله بالنسبه لي جدا، بحبه جدا جدا، يعني من بيخلي الشعر ستيكي بيلمع، بحسه هلسي كده، فحلو جدا، فبنصح بيه. ثمنه مش فاكره اخر مره يعني كان بكام بصراحه، مش عارفه يعني، بس غالبا كل السيرمز دلوقتي بتبقى في حدود ال 220-250 جنيه، ده الافريج الطبيعي بتاع السيرمات للشعر. كمان بقى الجوجوبا، الجوجوبا ده اويل، هو بيور جوجوبا من شركة باي جرين، اي ثينك، مش عارفة، غالبا باي جرين هي اسمها كده الشركة. بس هو زيت الجوجوبا دي الحجم الصغير، كنت المفروض هو يعني انا جايباه للشعر، بس انا مؤخرا بتستخدمه للبشر اكتر، هو اصلا تقدري تستخدميه للبشر والشعر، فايده كتيره جدا جدا، كلها مكتوبه على ظهر العبوه وظهر الباكج نفسها، ان هو بيقلل التساقط، بيمنع القشره، بيفتح البشره، حاجات كتيره جدا، استخداماته كتيره جدا. بس بالنسبه للشعر مش عارفه ليه دايما في شعري انا بالذات بحس ان الاويلز بتكتم الشعرايه عندي، بحسها تقيله، يعني انا لو قعدت يوم بعد يوم بحط اويل على الشعرايه بحس الشعرايه اتخنقت كده وبقت تقيله حتى وانا بسرحها، فبعدت شويه فتره كده، يا اما بقيت هستخدمه بس على الاطراف، يعني على اطراف الشعر بس، لو هي فيها هيشان فبحط عليها فقط، يعني لكن مش على شعرك نفسها. والكلام ده ما ينطبقش على الزيت ده بس، على كل زيوت، لان الزيوت يا جماعة لو انتي عايزة تستخدميها وتاخدي فايدتها فهي بتبقى حمام زيت، لكن مش كريم، يعني بديل الكريم التصفيف، لا خالص، لانها بتكتم مسام الشعراية الزيوت كلها، ما عدا يعني كده زيت جوز الهند بينفع تحطيه ككريم، يعني بديل كريم التصفيف، لكن كل الزيوت بتبقى تقيله على شعرك، فاستخداماتها الصح ان انت بتحطيها كحمام زيت قبل الشاور بتاعك، وبتدخلي بساعه او ساعه ونص على حسب يعني، وبعد كده بتشطفي شعرك عادي، وممكن تعملي ماسك لو عايزه او كونديشنر، ما بتحتاجيش ماسك لان انت اوريدي بتبقي عامله حاجه قبل الشاور، فممكن تعملي كونديشنر كشيء من الترطيب السريع. لكن لو انت حابه قوي ومضطره، او من الناس اللي بتستهويهم الزيوت، فانت ممكن زي ما انا بعمل كده على اطراف الشعر فقط، يعني على الاطراف بس، لكن ما لو هتحطي على فروه الراس او على الشعرايه نفسها ما بنصحش بيه وما بحبش، لكن هو كزيت ممتاز جدا، اديله مثلا 9/10 او 8/10، عشان انا يعني هنقول ان انا ما استخدمتوش كتير للشعر، بس بالنسبه للبشر هو حلو جدا وانصح بيه، وسعره مش غالي، وفي دي اقل عبوه 50 مللي تقدري تجيبي 75، وفي بتهيألي 100 مللي، فجربي الاول 50 وشوفي ايه نتيجتها معاكي، وبعد كده لو اوكي يعني حلوه هاتي العبوه الاكبر. نيجي كمان في برودكت من فودز، البرودكت ده هو كونديشنر ليب ان، تقدري تسيبيه على الشعر ما بتشطفيهوش، يعني بعد الشاور
ده بقى حلو جدا. ليه؟ كمنتج او كشركة وفي نفس الوقت كفكرة. بمعنى لو انا بحب مثلا، او انتي مش كل يوم هتحطي حاجة للتصفيف على شعرك لان ده بيقنق الشعر زي ما قلنا، فممكن بستخدم الحاجة المرطبة للشعر ممكن مرتين من ثلاث مرات بس في الاسبوع مش اكتر. لو انا يعني ما بتاخديش شاور في نص الاسبوع، الكلام ده لو انتي مضطرة يعني تاخدي شاور مرة واحدة بس بالنسبة لشعرك. فلو هو بتقعدي مثلا اسبوع وهتحطي ثلاث مرات او مرتين بس سيروم على الشعر، فبس انا محتاجة ترطيب وفي نفس الوقت مش عايزة اقفل مسامير شعراي ومش عايزة احس ان هي بقت ستيكي وملزقة كده في بعض وبقت فصل، فبستخدم البرودكت ده من بوتس وهو ليف ان زي ما قلت لكم كونديشنر، بسيبه على شعري وبرشه على الشعر بيبقى تحفه. ده بزيت اللوز والشيا على ما اعتقد، لا بالكوكونات بجوز الهند وزيت اللوز. فعايزه اقول لكم حلو جدا وريحته تحفه، انا بعشق الكوكونات في الروايح بتاعته في البرودكتس يعني، فبيبقى حلو جدا. فتقدري ترشيه على الشعر ديلي يعني كل يوم لو انت حابه ما فيش مشكله، وبعد الشاور لو شعر وات او شعر دراي تقدري تستخدميه بيبقى حلو جدا. فده بديله 10 من 10 بصراحه، يعني الفكره نفسها رائعه ان انت ترطبي شعرك بدون ان ما يكون في حاجه دهنيه عليه، دي فكره ممتازه. الشعر بيديه كده حتى بحسه ان هو بيتنفس كده، يعني كأني بنفس احساس ان انت بتحطي البادي ماست على البادي بتاعك بعد الشاور، نفس الانتعاش كده، فبحس الشعرة بتتنفس. اوكي نيجي لبعد كده نيجي للاويل ده، انا جربته حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع وكنت عملت عنه ريفيو، ده كان جيلي هدية للقناة والجروب بتاعه، هتلاقوا لينك الجروب اللي يعني اللي انا جايباه منه، هو منتج روسي ارتين، هتلاقوه في فيديو هديه الاول للقناه هتلاقوا اللينك بتاعه في اول كومنت مثبت وفي الديسكربشن بوكس. هو بزيت الارجان وبالشيا والكرياتين، فعايزه اقول لكم هو رائع كاستخدام، بس انا حسيت ان انا بستخدم حاجات دلوقتي تانية فبلاش استخدمه يعني دلوقتي، بس قعدت اسبوعين او ثلاثة كنت بقيم فيه يعني من ناحية يعني ايه اللمعة دي، ده التقييم المبدئي للبرودكت بالنسبة لي، بشوف اللمعة الشعر تبقى عاملة ازاي، يعني بيكتم الشعراية وبدهنها ولا لا، ينفع يبقى بديل للسيرم ولا لا، وده فعلا ينفع يبقى بديل للسيرم، يعني مش اويل تحسوش دهني خالص، بتتشربوا الشعرايه سهل جدا ما بيخنقش الشعره. فدي كان الريفيو المبدئي بالنسبه لي، لكن طبعا وانه ما بيغمقش لون الشعره، انا قلت ان انا استخدمته البنوتي وهي شعرها فاتح فمش بيغمق لون الشعر، وقلت الناس اللي بتبقى صبغه شعرها وحابه تستخدمه فمش هيغمق لك درجه لون شعرها لو هتستخدمه. فده كان تقييم مبدئي، بس انا ركناه برضو دلوقتي من البرودكتس اللي هرجع اواظب عليها او هحطها في روتيني الفترة اللي جاية. تقييمي ليه مبدئيا يعني في كده انا بحط نقط معينة للبرودكت، لو انا استخدمته ولقيت ان النقط دي متوفرة فيه فبحطه في خانة اللي هو الكويس، يعني اللي هو 6 من 10 اللي هو فوق 50% يعني، فده من الحاجات اللي هي ان شاء الله هحطها في روتيني لانها عجبتني مبدئيا، وانا بستخدمه البنوتي حلو قوي يعني، وعايزه اقول لكم ان نقطه منه بتكفي يعني ما بنحطش منه كتير يعني وبيدي افكت حلو. فبالنسبه للبنوتي وحلو بالنسبه لي انا لا يعني انا لسه ما استخدمتوش عشان ادي تقييم 100% عشان وانا قعدت اسبوعين بس، لكن لو انت عندك اطفال وخصوصا الاطفال اللي شعرها دايما بنعاني ان هو هايش، لا حلو جدا بيدي لمعان وبينيم الشعرية لكن ما بيلزقهاش ما بتبقاش ستيكي خالص، ف يعني للاطفال حلو جدا وامن ان هو زيت كلور وجميل وعجبني. فخلونا بقى نيجي نشوف ايه تاني بالنسبه برضو للبرودكت ده، وهو من اوريفليم اسمه هير اكس اكتيفيتور. اوكي هو المفروض من المكونات بتاعته I think الكافيين
عشان خاطر بيحفز نمو الشعر. هو المفروض ده السبراي بتحطيه كتونيك على الاماكن اللي هي المفرغة وانتي حابة يطلع فيها شعر بشكل مكثف. انا بستخدمه في الفترة الحالية وحاسة فيه يعني بنبذة امل وتفاؤل، يعني حاسة ان هو ممكن يعمل حاجة. ثمنه مش غالي، غالبا 130 140 150 مش فاكره في الافريج ده. وصلت كده لغايه الجزء ده، انا خلصته الحمد لله. انا ما عنديش فراغات يعني كتير او بشكل ملحوظ، بس احنا دايما عارفين عشان البندانات والطرح الجزئين دول ممكن يعني من كتر ما احنا بنحطين البندانات وبنشد الطرحه ان يحصل فيهم الشعر يقل ويبقى فيها تساقط من كتر الاحتكاك. فانا برش في الاماكن دي منعا انه يحصل وان هو بدا الشعر فيها يخف شويه، فانا بلحق الحاجه شويه من اولها. فبالنسبه لده تقييمي لغايه دلوقتي 7/10، واوريدي دي من المنتجات اللي انا حطاها في روتيني الحالي. اوكي وطبعا ده كمان حطاه من روتيني الحالي. تمام نيجي تاني لايه بالنسبة بقى. انا عندي مشكلة فظيعة وهي القشرة. ففي القشرة انا بستخدم لها حاجتين. الشامبو ده بصوا هو برضو من نفس الشركة بتاعت سترونج باد، مش عارفة انطق اسمه قوي، سيرجينا او حاجة كده، ما اعتقدش ان انا بنطقه صح. بس هو المفروض اللي كل انواع القشرة ولو انت عندك زي فطريات او حاجة فبيعالجها. كمان باخد معاه الكيريلا، النقط دي بحطها على فروة الراس، حوالي 15 نقطة على فروة الراس يوميا، مبتتشطفش عادي اهي. وعايزة اقول لكم مش غالية الشامبو ده، بس هو 120 ملي واي ثينك بحاجة 40 جنيه، ودايما برضو بينزل عليه الاوفرز مع مجموعة سترونج بال في العزبي او مع شامبوهات تانية غالبا برضو في صيدلية العزبي. فثمنه مش غالي، يعني معرفش ايه اسعار شامبوهات القشرة التانية، بس ده فظيع. من تاني استخدام او تالت استخدام القشرة بتروح، من تاني استخدام تمام، من اول مرة القشرة بتقل، من تاني او تالت استخدام القشرة بتبدأ تروح. بس طبعا ده ما تخليكيش توقفي. انت مفروض اي شامبو للقشرة بتحطيه على الشعر بتسيبيه 5 دقايق. هو معفوض وعامل زي النعناع كده، فبتحسي شعرك بعد ما بتشطفيه تحسي بحاجتين. اول حاجة ان الشعر بيتنفس، الفروة بتتنفس منعشة عشان خاطر النعناع. تاني حاجة الشعر بينشف وبينزل كل الزيوت الممكنة والغير ممكنة، فالشعرية بتبقى بعديه مشدودة جامد جدا. فلازم يبقى فيه بعديه ماسك ترطيبه عالي او كونديشنر ترطيبه عالي عشان تعوضي الجفاف اللي حصل للشعر. تمام ده ما بيتشطفش، ودي ب10 جنيه غالبا. فالمحلول ده اسمه كيريلا، برضو حلو جدا. لو داومتي عليهم ممكن من شهر ونص تبدا الدنيا ترتاح معاكي، وبعد كده ما تستخدميهوش. هو غالبا انا ما بستخدموش غير مره واحده بس في الاسبوع، بعد كده تقدري مره كل اسبوعين، وبعد كده مره كل 3 اسابيع تبداي تبعدي المده لما القشره عندك تخلي. ده كده كانت بالنسبه لمجموعه القشره. كمان نيجي بقى لو انتي بصوا الفيديو طويل، يعني الفيديو طويل بس فيه برودكتس كتيره. بالنسبه بقى للشامبو اللي كنت بستخدمه الفتره اللي فاتت ووقفته، بس هستخدمه تاني لان هو رائع بصراحه وما اقدرش استغنى عنه. هو مش عارفه اسمه ايه، اناكتو، برده مش بعرف انطقه مش عارفه ليه. بس الشامبو ده يعني خلص وجبته تاني. هو بالكوكونات، وهو المفروض خالي من المواد اللي هو 90% هو منتج المكونات بتاعته طبيعيه، خالي من البارابين، واي ثينك خالي من السيليكون، مش عارفه مش متاكده، كان خالي من البارابين والسلفات. فحلو جدا جدا، بس انا رميه وهرجع استخدمه تاني، ان في مجموعات تانية دلوقتي انا بستخدمها وبقيمها وحسها حلوة. طب ليه انتي بتركني البرودكت ترجالة تاني؟ ده عادة تعمليه حتى اي كان المجموعة والماركة اللي انتي بتستخدميها، انك تستخدميها لمدة 3 شهور او 6 شهور. وانا بعمل ده كل 3 شهور. لو انا استخدمته لسه عندي دي حبوة كبيرة طبعا فبتقعد معايا لسه تاني،
فبوقف وبقعد شهر او اتنين بستخدم برودكتس وبراندات تانية، وبعد كده برجع تاني، لان الشعر والبشرة زي الجسم بالظبط، لما بتبدأي تحطي روتين معين فبيتعود على الرتم ده، فالحاجة اللي كانت بتعمل الافكت بتاعها بتقف، بمعنى الحاجة دي بترطب الشعر خلاص، الشعر تعود ان هو ده الترطيب او ده الغذاء اللي بيدخله، فما بياخدش خلاص، زي الجسم زي الدايت، انت بتعملي نظام هيلثي وبتاكلي بطريقة معينة، فلما بتاخدي يوم الفري بيلخبط الدنيا عشان تقدري ترجعي للنظام تاني، هو ده اللي احنا بنعمله بالظبط، زي الدايت كده بنلخبط الدنيا وبنلخبط الشعر، بندخله برودكتس تانية عشان خاطر تتلخبط، وبعد كده ترجعي تحطي روتين الاولاني فتبدا الدنيا تبقى مستتبة يعني. فده تحفة، بيديش رغوة كتيرة وبيدي حيوية للشعر وريحة حلوة وترطيب كده، وبحس ان الشعرية بعد الحمام كده من الغزية، لو انا خدت كونديشنر بس مش ماسك فبتبقى الدنيا تمام. اديله 9/10، وده من المنتجات اللي هرجع ان شاء الله احطها في روتيني الفترة الجاية لما بستخدم اللي